يا ربع ما ادري ايش السالفه اليوم القمر كامل واحس اني بتحول ويرولف. حياكم الله متابعينا في قناه دوانيه نايت، معكم اخوكم ابو عزوز. اليوم راح نتحكي عن لعبه اسمها ون نايت التيميت ويرولف. اللعبه عباره عن لعبه بارتي جيم يعني حق الضحك، وهي عباره عن لعبه بلافينج وسوشيال ديدكشن سكيلز. يعني شنو؟ يعني حق الربع اللي يحبون الكذب. واللعبه يلعبونها من 3 أشخاص إلى 10 أشخاص، ما راح تاخذ من وقتكم الا 10 دقائق، كل جوله 10 دقائق. انتم طبعا هي اللعبه جوله واحده بس راح تدمنونها وتلعبونها وايد، وكذلك اللعبه مناسبه حق اللي اعمارهم من 8 وفوق. انا اشوف انها مناسبه اكثر شيء حق التينيجرز والادلتس. وفكره اللعبه ان في عندنا نايت فيز وداي فيز، راح تخلصونهم 10 دقائق، وعقب هذا في عندنا تصويت ونشوف منو اللي خسران او منو اللي فايز. خليكم ويانا عشان نتعرف على لعبه ون نايت التيميت ويرولف. اول شيء عندنا الكروت هذه تمثل الشخصيات اللي موجوده في النايت فيز وفي الداي فيز ما عدا الويرولف تيم. عندنا الفيليجر في منه 3 وعندنا الميسن في منه 2، اما باقي الكاركترز كل واحد في منه 1. ثاني شيء عندنا الويرولف تيم، في منهم الويرولف 2 وكذلك عندنا المنين، المنين يتبع فريق الويرولف وهو راح يكون معهم في نفس السايد. واخر شيء عندنا التوكنز هذه اللي هي تمثل شخصيه كل واحد موجود باللعبه، راح نشوف شلون نوزعها بعد شوي. عشان تبدؤون اللعبه راح نوزع كروت حسب عدد اللي قاعد يلعبون زائد 3 كروت زياده فوق عدد اللي قاعد يلعبون. اذا كنتوا 3 أشخاص راح نوزع الكروت هذه. لازم الشخصيات هذه تكون موجوده نفس العدد هذا ونفس الكاركترز هذه حق اذا كنتوا 3 بلايرز، واذا كنتوا 4 بلايرز اللي نسويه انه راح نزيد شخصيه فيليجر زياده، واذا كنتوا 5 بلايرز كذلك راح نزيد شخصيه فيليجر زياده، واذا كنتوا اكثر من 5 راح نزيد كرت واحد بطريقه عشوائيه، بس بشرط ان احنا نحافظ على قاعده الكروت عددهم 3 اكثر من عدد اللي قاعد يلعبون. والحين ندخل التوكنز نوزعها حسب الشخصيات اللي موجوده في اللعبه. والحين عشان نبدا اللعبه راح نوزع كروت حق اللي قاعد يلعبون كل واحد كرت بطريقه عشوائيه، ونحط ال3 كروت الزياده بالنص مقلوبين فيس داون. كل واحد راح يشوف كرته ويحتفظ بنفسه حق معلومة الشخصية اللي هو عنده. واللي عليكم انه تنزلون برنامج ون نايت التيميت ويرولف، البرنامج مال اللعبة هذه موجود في الاب ستور وفي جوجل بلاي. راح ننقي الشخصيات اللي احنا حاطينها بالست اب ونقول له جاهزين، الحين نقدر نبلش النايت فيس. وظيفة البرنامج هذا انه هو راح يعطيكم تعليمات ويقول لكم شنو تسوون. والحين عشان نبلش اللعبة كل واحد راح يشيل الكرت ماله يتأكد من الشخصية اللي عنده، ونقمض عيوننا ونطق بلاي. اللي قال لنا يا البرنامج هني ان اول ناس يبطلون عيونهم هم الويرولف. اذا كان واحد منا عنده كرت الويرولف راح يبطل عينه ويشوف اذا في واحد ثاني غيره مبطل ويرولف. ممكن يكون الويرولف موجود هني، ممكن يكون موجود هني برا اللعبه. اذا انت كنت ويرولف بروحك او كانوا اثنين راح نشوف شنو عليك تسوي. فهني قال لنا اذا كان بس ويرولف واحد ما في احد ثاني يبطل عينه، انت ممكن تنقي اي كرت من هذيله تشوفه حق نفسك وترد تخليه ما تقول حق احد. الحين تسكر عينك ينتقل الدور حق اللاعب اللي وراك. الحين قال لنا السير يبطل عينه، يقدر يسوي واحده من الثنتين، يا انك تشوف اذا كان هذا السير، يا انك تشوف شخصيه لاعب من اللي مغمضين عيونهم انت بروحك، او تشوف ثنتين من اللي موجودين بالنص. طبعا ما يصير تغير مكانهم. وباختصار هذه اللعبه حسب التعليمات اللي يعطينا اياها الابلكيشن راح نسوي هذا كله. لما نخلص التايمر اللي هنا عندنا راح يخلص عباره عن 5 مينتس تقريبا، راح نقول يلا جاهزين مرحله النقاش في الداي فيز. الحين في الداي فيز احنا اللي علينا نسويه ان نتناقش، نقول انا كنت كذي وهذا طلع لي وهذا شفت الكرت هني وما شنو. راح تكذبون، وعشان تكذبون لازم تفوزون حسب الشخصيه اللي عندكم، سواء كان بالوير وولف تيم او بالفيليجر تيم. وعقب ما تتفقون على الفوت كل واحد يحط مثلا هذه عندنا التوكن مالت السير، انا اقول انا شاك ان هذا الشخص هو السير، راح احط التوكن هذه عليه. ممكن الشخص اللي هنا يقول لا انا شاك ان انت السير، وهو يشيلها ويحطها هنا عادي ماكو مشكله. ومرحله النقاش اللي هي بالدي فيز مدتها 5 دقائق كحد اقصى. لازم لما نخلص ال5 دقائق او لما نتفق على الفوت نبلش مرحله التصويت. راح نقول 3 2 1 وكلنا لازم ناشر بنفس الوقت. 3 2 1. الحين احنا اشرنا، اكثر واحد استلم اصوات هو اللي راح يكشف كرته. في الحاله هذه انا عليه صوتين واللي ضدي عليه صوت واحد، بس انا اكشف كرتي، هم شاكين ان انا الويرولف، طلعت انا الترابل ميكر. كذي الويرولف ما مات، الفيليجر اللي مات، فريق الويرولف هم اللي فايزين.
وفي الحالة هذه إذا كانوا كلهم مصوتين علي وكنت أنا الويرولف، حتى لو الويرولف الثاني ما مات راح نكون إحنا فريق الويرولف خسرانين والفيليجرز اللي يفوزون. التصويت في عندنا ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول فريق الويرولف يفوز لما ما يموت ولا ويرولف، إذا مات بس واحد ويرولف الفريق كله راح يخسر. السيناريو الثاني فريق الفيليجرز راح يفوز إذا ذبحوا على الأقل ويرولف واحد، حتى لو يذبحون ويرولف مع فيليجر نفس الشيء الفيليجرز اللي راح يفوزون. والسيناريو الثالث اللي راح يفوز عندنا التانر، إذا مات راح يفوز بروحه لأنه هو وايد دبرست، إذا انتحر راح يفوز. ولا ننسى أن إحنا المينين قلنا عنه أنه هو مع فريق الويرولف، بس إذا فاز المينين والويرولف ما مات ولا واحد منهم حتى لو هو ميت راح يفوز مع الويرولف. وإذا كان عندنا أكثر من واحد متعادلين في عدد الأصوات راح نكشف كرتهم أثنينهم وأثنينهم راح يموتون ونشوف إذا كانوا ويرولف أو فيليجرز. وإذا كان عندنا صوت واحد على كل اللي قاعد يلعبون ما راح نكشف الكروت، راح نعيد الفوت. عشان تعرفون كل شخصية موجودة باللعبة شنو الأبليتي مالتها في النايت فيز، عندنا الريفرنس شيت هذه ذاكرين لنا كل شيء. الحين راح نشرح لكم إياها بالعربي. أول شيء عندنا الدوبل جانجر، يعني شنو؟ يعني هو لما يطلع اسمه يحط إيده على كرت أي شخصية موجودة باللعبة وراح يتقمص دورها. إذا حط إيده على ويرولف هو راح يلعب دور الويرولف، وكذي راح تسوي مع باقي الشخصيات. ثاني شيء عندنا الويرولف، الويرولف راح يبطل عيونه في النايت فيز وراح يشوف إذا في ويرولف ثاني موجود باللعبة، وإذا ما كان فيه له القدرة إنه يشوف كرت من الكروت اللي بالنص. بعدين عندنا المينيون، المينيون وظيفته انه هو مع فريق الويرولف، لما يبطل عيونه المينيون الويرولف وهم مغضين عيونهم لازم يحطون ثامز اب حقه عشان يعرف منو هم، بس هم ما راح يعرفون منو المينيون. بعدين عندنا الميسنز، الميسنز اذا بتدخلونهم اللعبه تحرصوا انكم تحطونهم اثنينهم، وظيفتهم لما يبطلون عيونهم ان كل واحد يبطل عينه يشوف منو الميسن الثاني اللي معاه بالتيم. وبعدين عندنا السير، السير وظيفتك انت لما تبطلين عيونك بالنايت فيز انك تشوفين على كرت واحد من الكروت اللي موجوده قاعد يلعبون معاكم، او تشوفين كرتين من الموجودين بالنص برا اللعبه. وهني عندنا الروبر، الروبر وظيفتك ان انت الحرامي، لما تبطل عينك بالنايت فيز راح تبدل كرتك مع اي كرت ثاني من اللي قاعد يلعبون معاك، وعقب ما تبدل كرتك تقدر تشوفه قبل لا تخليه تحت وتسكر عيونك. وهني عندنا الترابل ميكر، الترابل ميكر لما تبطل عيونك راح تعكس كروت اي اثنين بدون لا تشوف شنو هما، بس مو كرتك انت. والانسومينيك لما تبطلين عيونك راح تشوفين كرتك تتأكدين منه وتردينه مكانه، ما تبدلينه مع اي احد. وبعدين عندنا الدرنك اللي هو السكير، لما يبطل عيونه راح يبدل كرته مع اي كرت من الكروت الثلاثة اللي موجودة من النص، بس بشرط انه ما يشوفه. وبعدين عندنا الشخصيات اللي ما تبطل عيونها بالنايت فيز اللي هما الهانتر والتانر والفيليجر. التانر مثل ما قلت لكم راح يفوز اذا ذبحوه لانه هو يائس من حياته، والفيليجر ما يسوي ولا شيء يخلي عيونه مقمضة طول الوقت. وعندنا الهانتر، لما يموت الهانتر اللاعب اللي هو مأشر عليه راح يموت معاه، يعني اذا كان اللي انت مأشر عليه ويرولف وانت مت كان عليك اعلى فوت والويرولف مات معاك، كذي الفيليجرز راح يفوزون وفريق الويرولف راح يخسرون. وهذه اللعبه بكل بساطه في عندنا قانونين راح اقول لكم اياهم. القانون الاول، اذا صار عندنا التصويت كل واحد قاعد يلعب عنده فوت واحد بس راح نعيد التصويت، ما راح ينحسب او نعيد الجوله. الشغله الثانيه، كل الشخصيات راح تبطل عينها في النايت فيز ما عدا الفيليجر والتانر والهانتر، وهذا الشيء راح يخلي كل اللي قاعد يلعبون يحاولون يكذبون يقولون ان انا فيليجر انا هانتر انا تانر عشان ما حد يصوت عليهم. حاول يكذب وخلي يكذب على سنع، لا يكذب على غباء. راح يفوز لما هو يموت بروحه، ليش؟ لانه مثل ما قلت لكم هو صيده وديسبرت عنده احباط بالحياه وده انه ينتحر، فاذا كل صوت عليه وبس هو اللي مات راح يكون هو اللي فايز باللعبه بروحه، هذه الحاله الوحيده اللي يفوز فيها التانر. وكذي نكون غطينا كل المعلومات اللي تحتاجونها عشان تلعبون ون نايت ألتيميت ويرولف. راح تلعبون جولة ورا جولة وراح تدمنون اللعبة. يمكن انت لما بأول جولة تحط بالك انه واحد ويرولف بس هو ما طلع ويرولف، ان شاء الله بعد خمس جولات مخك راح يصير فيه جلتش وراح تقول هذا ويرولف وتصوت عليه كل مره، فهذا شيء راح يخلي الملح عالي باللعب. وهذه اللعبه العجيبه تقدرون تطلبونها من اكاونت جيم سبوت كويت، عندهم فرعين بالكويت وبقطر، وكذلك موقعهم يوصل حق جميع دول الخليج وفي خصم مال ديوانيه نايت، لا تنسون تستخدمونه. تنسون تعطونا لايك وتحطون رايكم في الكومنتات، واللي ما اشترك في القناه ما عليكم امر يشترك على اليوتيوب وعلى الانستغرام، ونشوفكم في اللعبه الجايه.